السلام عليكم، تحية لكم جميعا. باش نكونوا متواضحين إلى أقصى الدرجات، هادشي اللي كيوقع في المغرب غادي يدي الهوية. هادشي اللي كيدار في المغرب واللي كيتحمل المسؤولية ديالو عزيز أخنوش كرئيس الحكومة غادي يدي بالمغرب إلى أمور لا تحمد عقباها، خاصة وأن عزيز أخنوش استطاع أن يشتري بهذا المعنى هذه صمت الجميع إلا من رحم ربي. عزيز أخنوش استطاع أنه يشري الصمت ديال الأحزاب ديال المعارضة، استطاع أنه يدخل في الشؤون الداخلية ديال الأحزاب اللي معاه في الأغلبية. وغادي نشرح لكم بواحد المعطى مستجد هذا النهار شنو صرا. استطاع عزيز أخنوش أنه يشري حتى الصحافة، شيء عادي. استطاع انه يشري حتى الصفحات ديال مواقع التواصل الاجتماعي، شي صفحه فيها مليون، مليون ونص، جوج مليون. استطاع انه، ماشي كنقول لكم انا عندي دليل بلي عطى لهم الفلوس، لا لا ما عنديش دليل. انا كنفهم السياسه تقاس بالنتائج وليس بالنيات. منين كتلقى صفحه متواطئه مع الحكومة، ملي كتجي كتكتب لك واحد الصفحة ولا الصحافة شنو كتكتب لك؟ كتقول لك بليها إنجازات، استطاع عزيز أخنوش بالرغم من الضغوطات الدولية والعالمية أن يحقق برنامجه الحكم. شنو غنفهم هادشي؟ شنو غتفهموا نتوما؟ قولوا لي في التعليق شنو غتفهموا؟ واحد المعطى هاد النهار هذا، المهاجري بعد ما تم تجميد ديال العضوة ديالو داخل الحزب الأسر المعاصر لأنه قال كلمة الحق، خطيونا دابا نساو المهاجري كينتمي للأسر المعاصر، غادي نهضروا على المهاجري على الهضرة ديالو. العقول الكبيرة تناقش الأفكار والعقول الصغيرة تناقش الأشخاص. حنا غنناقشوا الفكرة اللي قالها المهاجري. شنا هي الفكرة اللي قالها؟ انتقد جشع عزيز أخنوش أول محتكر لسوق المحروقات في المغرب ولا سوق توزيع المحروقات في المغرب، وقال بلي أن هذه الفترة هذه الأرباح القياسية يجب أن تنهج سياسة التضامن الاجتماعي وتتضامن مع الشعب المغربي. وقال بلي أنه ماشي معقول الحكومة كتهضر لي على التعليم على الصحة كذا، وهذه مشاريع كل شيء كيهضر عليها حتى شي نهار ما تحققت على أرض الواقع وكتنسى القدرة الشرائية ديال المواطنين. هادشي كامل اللي قالو صحيح، شنو غيصرالو لهاد المهاجري؟ شنو غادي يجمدوا العضويه ديالو؟ باي حق غادي يجمدوا العضويه ديال المهاجري داخل حزب الاسر المعاصر؟ انا بالنسبه ليا تهنى منهم كاع، ما يوليش والله العلي العظيم يبقى يدافع على المصالح ديال الشعب من خارج هذا الحزب احسن له، لانه حزب مخزني بداك الفهم ديال المخزن. الحزب ديال الأسر المعاصر ما عمرك هذاك الشيء، هذه هي النتيجه. غادي تقول الكلام الحق غادي يصيفطوك، بالنسبه بعدا اللي كيقول لك دخل الاحزاب وغتبدل وكذا وكذا، هو دخل الحزب شنو صرا له؟ وهو اللي حقق يمكن اعلى نسبه ديال الاصوات في المغرب كامل، في شيشاوة استطاع انه يحقق في المغرب كامل ماشي غير في شيشاوة. هاد النهار هذا مشى لمجلس النواب، هذا مستجد بالنسبه لكم باش تعرفوا هادشي، مشى لمجلس النواب وقدم الاستقاله ديالو، حيث هو اللي كان رئيس ديال لجنه الداخليه والجماعات الترابيه بمجلس النواب. قدم الاستقاله ديالو، حط لهم اللوطو ديالهم، اللوطو ديال الدوله حط لهم تماك ومشى فحاله، لانه ما بغاش هادشي اللي صرا. حنا ما كرهناش المهاجري يخرج يقولنا التصريح، يقولنا شنو كاين باش نعرفوا باش نفضحوا هاد الناس هادو اللي كيتحكموا في السياسه في المغرب. ما خصكش تهضر، ولكن للاسف الشديد يمكن ماشي للاسف الشديد، لحسن الحظ العكس، لحسن الحظ ضروري واحد النهار ينفلت لهم من اللي يديهم شي حاجه، وهاد الانفلاتات حنا كنستافدوا منها كشعب، حيت كنعرفوا شنو كيوقع في الدهاليز والداخل شنو كيوقع. الا كان القجع اتهمه بالدهاليز وبلانه كيتلقى املاءات خارجيه، ففي حقيقه الامر اللي كيشتغل في الدهاليز هما الناس اللي كيوقفوا المواطنين والسياسيين على انهم يقولوا الحق.
لان بزاف ديال الناس ما بغاهمش يقولوا الحق. عبد الرحيم بوعيده تم طرده من حزب التجمع الوطني الاحرار، هو كان قبل ما يجي اخنوش تم طرده. علاش طردوه؟ بالله عليكم، هل انا كحزب غادي نفرط في واحد الكفاءه في واحد القامه علميه وسياسيه ومبدئيه في الحزب ديالي وعنده حتى كما كنقولوا الشعبيه، الشعب كيبغيه، يعني تمشي ينتخب شي واحد الباص غيربح؟ علاش فرطوا فيه؟ لانهم ما باغيينش المعقول، خصهم شفار، خصهم. انا ملي نمشي نشفر خصني اللي يشفر معايا، اما اللي ينصحني يقول لي لا راه ماشي الشفار، راه ما خصناش نشفروا، ما خصنيش. هكا الاحزاب السياسيه. هذا المهاجري هذا علاش كنقول لكم الامن، المفهوم ديال الامن كيقول لك الامن الحمد لله الامن راه عنده بزاف ديال الحوايج. الامن عنده واحد الحاجه اللي هي اساسيه دابا في المغرب. علاش كنقول لكم بلي الامن الحقيقي ما كاينش؟ شنو هو الامن الحقيقي؟ فعلا عندنا واحد الجانب ديال الامن، يعني ما عندناش الارهاب الحمد لله، ماشي بحال داكشي اللي وقع في تركيا، وحنا ما بغيناش كاع يكون، لان كيمشيو ضحيه الابرياء. والناس اللي كدير هادشي ناس اللي ما عندهاش يعني اي ذره ديال الانسانيه. ولكن كاين واحد الحاجه اخرى، منين كتمشي الحقوق ديالك واحد كيتعدى لك على الحق ديالك، راه عادي يتعدى لك شي واحد على الحق ديالك، راه فين ما مشيت تقدر تلقى اعتداء على الحقوق. ولكن الطامه الكبرى هو انه منين ما كاينينش مؤسسات اللي ترجع لك حقك، راه الاعتداء على الحق يقدر يشفرك واحد، يقدر ينصب عليك، يقدر يقتلك، يقدر اي حاجه. ولكن المشكل الاساسي هو انه واش كاين اللي يعوض لك ويحميلك ذاك الحق ديالك واخا تعداو عليه موراه يردوا لك. في المغرب للاسف الشديد هو سيد هضر على حقه كذا، جا الحزب باي باي، سير فحالك، تجميد العضويه ديالك، انت ما صالحش لانك انت كتقول الحق، كلمه الحق. بل اكثر من ذلك كاين اللي في صفحات اللي مشاو عطاو لهم عوض، لانك تفهم من خلال المقال كتعرف هذاك غير سكير، هذاك راه متناقض، هذاك راه اصلا الدوسي ديالو موسخ. عاد دابا ولينا كنسمعوا باللي المهاجرين الدوسي ديالهم موسخ، علاش ما كنتوش كتكتبوا هذا الشيء قبل؟ كما منين وقعت الازمه مع تونس، حتى وقعت الازمه مع تونس عاد بدات الصحافه الوطنيه بين الف قوسين وقوس عاد كتقول لك راه في تونس كاين احتجاجات، راه في تونس ناضت ليه كذا. حتى لدابا هو صباح الخير، هذه سياسه بايته، هذه السياسه هذه سميتها السياسه البايته. ولكن للاسف الشديد كاينين مغاربه اللي كيتيقوا بحال هذا الشيء، مانيش عارف كيفاش كيتيقوا بحال هاد الهضره هذه، ما فهمتش انا داكشي علاش كنديرو، كنحاولو نناقشو هكا، كنناقشو هاد الامور هادو باش الوعي ديال المواطن يكون كيتجاوز دوك الخرباقات ديال الصحافه واللي كتحاول تبلد المواطن واللي كتحاول تكرس فيه هاد النوع ديال البلاده. ف الموضوع الاخر اللي قلت بلي ان الامور لا تبشر بالخير هو انه كاين احتجاجات في المغرب، ماشي المحاميين فعلا البارح داروا معاهم واحد الاتفاق، ولكن واخا الصحافه كتقول لك باللي كاين اتفاق كاين بيان، ولكن داخل المحاميين كاين انشقاقات، وكاين اللي ضد القرار ديال توقيف ولا تعليق توقيف العمل، يعني كاين اللي ضد هادشي، كاينين اللي راهم ماشيين في المسار ديال الاستمرار في المعركة ديالهم وبالتالي عدم الدخول إلى المحكمات. غادي نشوفوا يعني القرار الأخير. إلى جانب المحامين كاين كتاب الضبط، يعني دابا كتاب الضبط يلوحون بالإضراب وبالنضال وكاين العدول بزاف ديال هاد الفئات هادو، بعدين نقولوا بلي فئات مؤطرة، يعني كاين نقابات كاين جمعيات تؤثر نضالاتهم، بالتالي هادشي ماشي مشكل. المشكل الآخر هو أنه الشعب المغربي غادي يخرج كذلك إلى الشوارع تنديدا بسياسات الحكومة الحالية. داكشي اللي قالوا المهاجري في البرلمان غادي يتجسد على أرض الواقع. علاش؟ لأن المغاربة متفقين باللي هذه الحكومة فاسدة وباللي خصها تمشي في حالها. هذا هو المنطق اللي كيحكم المغاربة دابا. طبيعة الحال كنهضر على الأحرار والحرائر، ما كنهضرش على الناس اللي باعوا راسهم بأبخس الأثمان. هاد الناس هادو يعني ايفيتيوهم، كاع ما نهضروش عليهم. المغاربة يوم الأحد غادي يخرجوا كذلك في شكل احتجاجي، كاين دعوات، كاين مجموعة من الإطارات اللي داعية للإضراب،
هذوك فئات اجتماعيه المحاميين العدول وكذا وكذا، هذوك الناس نخليهم ابار. ولكن منين كيتعلق الامر بالشعب المغربي، يعني ماشي مطالب فئويه، وبالتالي مطالب شعبيه تهم السواد الاعظم من الشعب، فاعتقد بلي ان اخنوش عنده جوج خيارات، يعني خيارين لا ثالث لهم، اما انه يستجب للمطالب ديال الشعب المغربي، واما سيتم تنحيته باشكال سلميه بطبيعه الحال، ماشي بالعصا ولا كذا ولا كذا، وباش توجدوا شي مناتيف ديال ما نعرف لين انفصال، ولا ما يمكنش يكون المغاربه من طنجة حتى للقويراك انفصالي، ما يمكنش. ممكن تتهموا شي واحد البلاصه هكا حيت ما نعرف، ولكن باش تتهموا هاد المغاربه كاملين قلبوا عاود على شي تهم اخرى، ولا جيبوا البلطاجيه باش يمكن يسرى شي حاجه. لكم وسائلكم وللشعب وسائله الخاصة للدفاع عن حقوقه العادلة والمشروعة أمام جشع هذه الشركات. واحد المعطى أخير هو بالنسبة لي كيجي كيقول لك الصحراء مغربية، خصكم تعرفوا بلي أن الناس اللي ضحاوا على الصحراء ومنهم يعني ناس اللي قراب ليا بزاف، ما غاديش ما كنهضرش دابا على الناس اللي قراب ليا، ولكن كنهضر على واحد السيد هضر معايا وشرح لي الوضعيه ديالو، مازال ما وضح ليش بزاف، ولكن بحكم انه حتى انا كنعرف هذا الملف هذا، خصكم تعرفوا بلي كاين ناس اللي ضحاو، كاين ناس اللي ماتت، كاين اللي تعطبت، كاين اللي مشى لهنضر، كاين اللي راه كانوا تما الالغام كيحيدوهم، بزاف ديال الحوايج وديال الريسك. الناس اللي كانوا كيباتوا نيشان في الصحراء وكيحسنوا الحدود، الناس اللي نقولوا بعدا عارفين القيمه ديال شي حاجه سميتها مغربيه الصحراء، ماشي واحد كمان عرفت. مهم بلا ما نهضروا على هادشي، هاد الناس هادو كيربحوا 1000 درهم 700 درهم في التقاعد، بالله عليكم شنو غدير لك 1000 درهم؟ انت عندك الاولاد، عندك المراه، والمصاريف ديال الحياه كبيره، والاسعار مرتفعه، اي حاجه يعني نهضروا عليها بزاف. فبالله عليكم واش هذا تعامل مع الناس اللي ضحوا من اجل الوحده الترابيه؟ داكشي علاش كنقول دائما وابدا هذا الوطن، هذا الوطن يضحي من اجله الفقراء والمستضعفون، ويستفيد منه يعني بحال اخنوش بحال هذو هما اللي كيستافد. والوقيته اللي كيكون نضال ولا كيكون الاستعمار ولا كيكون الحرب، شكون كيمشي يتقاتل؟ يقدر يموت ولا هاد الناس هاد الفقراء، اما الاخرين يمكن غير بالتيليكوموند وكذا. منين كتسالي المعركه كيجي كيديرك كما دار الباين ديال اخنوش، كما داروا بزاف ديال الناس، سالت الحرب ولا هما المستفيدين من العقارات، من القطاعات الحيويه، من اي حاجه هما اللي مستفيدين منها. وبالتالي فالرساله ديالي ضربوا شويه الحساب لهاد الناس هادو، ما تاخذوش كل شيء، خديتو معليش نقولو، لكن ماشي كل شيء كاع، شويه بعدا كما كنقولو شويه كنقولو حنايا في الشلحه، شويه يعمى، شويه يعمى، شويه يستعمى، يعني شويه ليك وشويه كذلك لهاد الناس هادو. وتحيه لكم جميعا، وبارطاجيو هاد الشيء ضروري تبارطاجا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.